And the Oscar goes to Alfonso Cuarón. And the Oscar goes to Alfonso Cuarón. And the Oscar goes to Roma! 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 فوز فيلم راما بثلاث جوائز أوسكار قسم هوليوود ما بين مؤيد ومعارض لترشيح أفلام نتفليكس للمهرجانات السينمائية مثل الأوسكار. المعارضين ضد ترشيح أفلام نتفليكس للجوائز يرجع لسبب لطريقة عرض هذه الأفلام وأن شبكة تشجع على ترك السينما. من أبرز المعارضين المخرج كريستوفر نولان اللي صرح في عام 2017 بأنه ما يفكر يشتغل مع نتفليكس لأنها تسعى لقتل التجربة السينمائية وضد آلية توزيعها، على عكس أمازون اللي تعرض أفلامها بشكل حصري على السينما لمدة 90 يوم وبعدها تعرض الأفلام في شبكتها أمازون برايم. ومن المعارضين بعد المخرج ستيفن سبيلبرغ اللي حاليا يتم مهاجمته بعنف بعد ما صرح بأنه راح يضغط على أكاديمية الفنون والعلوم تغيير قوانين الأوسكار ومنع ترشيح أفلام الإنترنت مثل أفلام نتفليكس بحكم أن هذه الأفلام تستحق الترشح لمهرجانات تلفزيونية مثل الأميز مو الأوسكار. Maybe with the promise of a slight one week, you know, theatrical window to qualify them for awards as a movie. But in fact, once you commit to a television format, you're a TV movie. You certainly, if it's a good show, deserve an Emmy, but not an Oscar. وبعد عندنا الممثلة هيلين ميرن اللي زوجها مخرج وصرحت بأن نتفليكس تزعج المخرجين اللي يبون أفلامهم تنعرض بالسينما لكن الشبكة ما تعطيهم الفرصة. وأخيرا عندنا الرئيس الفني لمهرجان كان منع ترشيح أفلام نتفليكس المهرجان بحجة أنها ما ترقى أو تنافس الأفلام السينمائية. بالمقابل في عدة مخرجين بارزين أيدوا ترشيح أفلام نتفليكس للأوسكار، منهم المخرج ألفونسو كوارون اللي فاز فيلم روما بأفضل فيلم أجنبي وأفضل إخراج، وتصريحه كان ضد المخرج ستيفن سبيلبرغ بأن محاولته منع أفلام نتفليكس من الترشح للأوسكار خاطئ، والسبب أن حاليا نحتاج مرونة بطريقة عرض الأفلام مو حكر على السينما فقط، وأن محاولة ستيفن بتطبيق قانون واحد على كل أفلام غير صحي، لأن في أفلام ذات ميزانية منخفضة مثل أفلام نتفليكس أكيد هالأفلام ما راح تحصل النجاح والتأثير في حال انعرضت بالسينما، لأن مثل هذه الإنتاجات الضعيفة يتم عرضها بعدد صالات أقل وتحتاج مدة عرض طويلة جدا علشان تحقق نفس النجاح والتأثير لما تنعرض على شبكة عالمية مثل نتفليكس. وعندنا المخرج مارتن سكورسيزي اللي صرح بأن نتفليكس خاطرت معه بشجاعة لإنتاج فيلم المافيا The Irishman اللي راح ينعرض هذا العام، وهذه المخاطرة كانت بسبب كبر سن المخرج والممثلين، وهذه نفس الأسباب اللي خلت أشهر استديوهات هوليوود ترفض إنتاج هذا الفيلم من 5 و7 سنين. وأخيرا من مؤيدين المخرج غيليرمو ديل تورو اللي صرح بأن نتفليكس حققت حلم أحلامه بعد موافقتهم إنتاج فيلم أنيميشن سوداوي لبينوكيو وهي قصة المخرج المفضلة، وعدد من الاستديوهات رفضت إنتاج هذا الفيلم. رأيي الشخصي أفلام نتفليكس وإن كان فيها مجهود ونجوم صف أول إلا أنها تفتقد للمعايير السينمائية من إنتاج وتمثيل وقصص ومؤثرات وغيرها، لهذا المفروض أن هذه الإنتاجات ما تنافس أفلام سينمائية ذات ميزانية ضخمة وذات إنتاجات ومعايير عالية. لهذا أتفهم المخرجين مثل كريستوفر نولان وستيفن سبيلبرغ لمن يقفون ضد الشبكة وترشيحاتها، لأن في حال استمرت المهرجانات بدعم أفلام الإنترنت مثل نتفليكس فالاستديوهات الضخمة راح تقلل من معايير أفلامها بحجة أن أي فيلم بالإنترنت بدون ميزانية وبدون مجهود ومعايير عالية ممكن أن يترشح ويفوز بجوائز الأوسكار، وهذا الشيء اللي صار مع روما. وحاليا عندنا نتفليكس وأمازون، بالمستقبل ما نستبعد ترشيح أفلام من يوتيوب وسناب شات. Nominated shows tonight are actually on Netflix this year. Enjoy it while it lasts, Netflix, because you're not going to be feeling so smug in a couple of years when Snapchat is up here accepting best drama. شاركوني آراءكم، هل أنتم مع أم ضد ترشيح أفلام نتفليكس لهذه المهرجانات السينمائية مثل الأوسكار؟